حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير وأثنى عليه خيرا لقيته باليمامة عن أبيه حدثنا أبو سلمة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره" وعن ابيه حدثنا عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله